الآن ينضم إلينا من باريس الأستاذ علي المرعبي الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب. أستاذ علي، ما تزال الشوارع في الحواضر الفرنسية قابلة للاشتعال، لماذا لا يكون هناك تدخل سياسي لتهدئة الناس، على الأقل لتهدئة الشريحة الغاضبة من الشعب الفرنسي؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. الملاحظة الجديرة بالاهتمام أن الحكومة الفرنسية منذ فترة طويلة لا تقوم بالحوار مع الأطراف التي تعارض قراراتها وتوجهاتها السياسية، وهذا ما لاحظناه عامي 2018 و2019. رغم أن الديمقراطية الفرنسية دكتور يا أستاذ علي هي ديمقراطية الحوار أصلاً. طبعا هي ديمقراطية الحوار، وحتى وفق الدستور الفرنسي والقوانين الفرنسية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وكل الإدارات هذه معروفة، ولكن فعليا منذ سنوات الحكومة الفرنسية والإدارة الفرنسية لا تتبنى مشروع الحوار الهادئ والرصين لأي مشكلة تعترض الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في فرنسا. منها كما كنت أشير إلى مظاهرات السترات الصفراء عامي 2018 و2019 اللي كانوا عم يطالبوا فيها برفع أجور المتقاعدين وإعادة النظر بالنظام الضرائبي، لم يتم الاتفاق معهم ولا الحوار معهم. وكانت العملية الكبرى التي تشكل برأيي أنا فضيحة للديمقراطية الفرنسية هي تظاهرات النقابات العمالية كلها قبل عدة أشهر رفضا لرفع سن التقاعد في فرنسا، وأيضا الرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية لم تصغي لهم رغم إجماع نقابي التام بكل فرنسا، ورغم المظاهرات المليونية التي خرجت في فرنسا، ورغم وقوف العديد من النواب الفرنسيين ضد هذا القانون، لذلك لم يتم التصويت عليه في البرلمان الفرنسي، وأيضا نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي قامت به يعني منظمات مستقلة والتي أظهرت أن غالبية الفرنسيين ضد هذا القانون، رغم كل ذلك لم يتم الحوار مع هذه القوى المعارضة. سؤالي أستاذ علي، وتم إصرار القانون. الإعراض عن الحوار هو من خصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أم أنه يتجاوزه يا سيدي؟ أنا أعتقد بهيدي بالملاحظات، أنا لست مع ولا ضد سياسة الرئيس ماكرون، ولكن أنا كأعلامي محايد أتابع التطورات الأحداث، أرى أن الرئيس ماكرون ويمكن بفضل أو يعني جزء من مستشاريه وحكومة أعضاء من حكومته لا يفتح باب الحوار البناء مع القوى السياسية المعارضة لأي مقررات بتكون الحكومة بصدد أخذها، وهذا يعني من ضمن برأيي منظور ضيق للحسابات السياسية الداخلية التي تتعلق بالانتخابات المحلية والبلدية والرئاسية مستقبلا، مع أنه الرئيس ماكرون لا ما عاد عنده حق يترشح لدورة ثالثة لأن محصورة بدورتين فقط. أيضا هناك العوامل الخارجية، السياسة الخارجية التي شكلت يعني وضع حرج لفرنسا في القارة السمراء، والتي شكلت أيضا وضع غير مسبوق في أوروبا بفعل الحرب في أوكرانيا، لأن الاتحاد الأوروبي أقيم لأهداف عديدة، ولكن كان من أهم هدفين أول شيء منع الحروب في القارة الأوروبية، وثاني شيء بناء اقتصاد أوروبي قوي منافس في العالم. الحرب الآن تدور في القارة الأوروبية والاقتصاد الأوروبي بدأ ينهار بفعل هذه الحرب وتداعياتها ومصروفاتها العسكرية والمالية الباهظة. أنا يعني لابد أن بريطانيا تشعر بالسعادة لأنها فرت. أنا أعتقد أن بريطانيا فرت مسبقاً ضمن التنسيق الأمريكي البريطاني. لأن هناك قسم كبير من المتابعين وأنا معهم منهم أعتقد أن الحرب في أوكرانيا هي سياسة أمريكية لمصالح أمريكية فقط، وهي الإيقاع بين الأوروبيين بين بعضهم.
الدول الأوروبية الغربية ومن خلال الاتحاد الأوروبي بالطبع من جهة، وروسيا وحلفاء من جهة ثانية، والخاسر الأكبر هو أوروبا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وكل شيء. طبعا الذي يدفع الدم هو أوكرانيا، ولكن إلى متى؟ لا يمكن في هذه الحرب أن يكون هناك عسكريا رابح ومهزوم. سنحتاج إلى تشريفك لنا في فقرة خاصة عن هذا الشأن أستاذ علي، لكن دعنا نعود مرة أخرى إلى الشأن الفرنسي. صورة فرنسا كواحة لحقوق الإنسان ومدافع رئيسي في العالم عن المساواة بين البشر، هذا شعار الثورة الفرنسية، حرية وإخاء ومساواة للجميع وليس فقط لأصحاب البشرة البيضاء ولا للعيون الزرقاء إلى آخره. صورة فرنسا تتضرر الآن يا أستاذ علي، كيف يمكن لباريس أن تدافع عن هذه الصورة التي تساوي تريليونات اليوروهات يا سيدي؟ صحيح، من هون نحن دائما ومنذ حادثة مقتل الفتى نائل كنا نطالب الإدارة الفرنسية الحكومة والرئيس الفرنسي أن يبدأوا بمعالجة الأسباب وليس أن يتصدوا للنتائج. معالجة الأسباب هي المسألة الأساسية التي تعنى أولا يعني إعادة النظر بالأماكن والمراكز التي تعاني من التهميش التي غالبيتها في الضواحي الفقيرة لباريس وللمدن الفرنسية الأخرى، معالجتها وليس بنى تحتية فقط، معالجتها على سبيل إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب العاطلين عن العمل، إيجاد مستوى للتعليم غير دفعهم باتجاه التعليم المهني مباشرة أسوى بباقي أفراد الشعب الفرنسي. إذن في عدة عوامل يجب على الرئيس. أنا دائما حينما يتفضل أحد ضيوفي بالإشارة إلى أنه التعليم الفني أقل شأنا، في الحقيقة أشعر بالامتعاض، لأنه التعليم الفني هو الذي قامت عليه مثلا النهضة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية كما تعرف سيدي. نعم، ولكن أنا عم أقول بالمساواة بفرص التعليم. يعني لماذا يعني هل الفرنسيين بيحكوا هيك مش نحن كأجانب مقيمين في فرنسا؟ إنه ليش ابن المناطق الفقيرة والمهمشة بيدفعوه مباشرة على التعليم المهني وتنتهي فرص تطور التعليم هنا، وبينما الأولاد الأغنياء والمناطق الأرستقراطية يذهبوا إلى الجامعات ثم إلى الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه وإلى آخره؟ إذن الفرص غير متكافئة بين مكونات الشعب في فرنسا، بين المناطق الفقيرة المهمشة والمناطق الغنية الأرستقراطية. أخيرا أستاذ علي، هل تتصور أن الشارع الفرنسي يعني يتحرك من جديد، يتواصل اشتعاله؟ أنا أعتقد أن الأمور لن تهدأ من خلال العمليات الأمنية. التصدي الأمني للغضب الشارع يجب أن يتم من خلال معالجة سياسية واجتماعية واقتصادية. الأمن ممكن أن يتم تحقيقه من خلال نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة والدرك، ولكن ليس هو الحل المناسب. صحيح. الذي يديم الاستقرار في فرنسا، الذي نتمنى أن تتجاوز هذه المحنة وأن يعود لفرنسا يعني دورها الإنساني والحضاري في العالم. وافر الامتنان للأستاذ علي المرعبي الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب.